إذا جمهورنا الكريم عودة أخرى وأيضا مع فريق البازوكا والمتسابق نايف المقبالي وهذه السيارة برعاية جراج توب فيول. وطبعا يسعى كل متسابق للوصول إلى التميز وإلى المراكز الأولى، ولكن الأمر يحتاج طبعا إلى وقت وإلى تدريب طويل وطبعا سيارة قوية أيضا في مقابل التمرين. إذن جمهورنا الكريم أول متسابقين من فريق عز الطلب والمتسابق أبو سدحة، ويقول أبو سدحة احسبها ولا خربها، يعني ولا لجنة الحكام يحسبون له حساب ويحققون له نتيجة ولا هو يخربها. إذا جمهورنا الكريم المتسابق الذي كان قبل هذا المتسابق أبو سدحة، طبعا خزان البترول كان عند مفتوح بدون غطاء، ولهذا السبب استوقفوا لجنة الحكام واحتمال يعيدوا للسباق. الموضوع هذا بيكون عند لجنة الحكام. أما الآن فمعنا المتسابق سلطان محمد أيضا فريق عز الطلب من نفس الفريق، وأهداء من هذا المتسابق لفكري الصيعري والمساعد الحارثي. وطبعا نتمنى دائما ولجنة الحكام أيضا دائما تتمنى سلامة للمتسابقين، ولهذا سنت القوانين وأيضا الحلبات لسلامة المتسابقين. Yeah.
جمهورنا الكريم مشاهدي ومتابعي قناة غير ون وأيضا من فريق عز الطلب. أو عفوا هذا المتسابق من فريق ديناميت المتسابق محمد المهري، ومحمد المهري يهدي لفريق عز الطلب وأيضا يهدي لعبد الله الصالب، ونتمنى لكم مشاهدة جميلة جمهورنا الكريم. إذن تمور للكريم هذا المتسابق تم إعادة سباقه بسبب طبعا كان ليس له غطاء بترول للسيارة، وتم إعادة سباقه بعد الظاهر نحل مشكلة، لكن الظاهر في مشكلة ثانية ولجنة الحكام تشير هنا إلى نهاية سباقه مرة أخرى، وطبعا نتمنى السلامة لجميع المسابقين.